مع ضيوفنا اللي التحقوا بنا الآن. كريم العواضي أول مرة يكون بحضرنا، مرحبا كريم. مرحبا، مرحبا سلام، مرحبا بسريدة، مرحبا بالحضور، مرحبا. يمكن أنا أول مرة نجي هوني ومبيونس الحق محلاها من الدخول هو بكلنا جدد راول هنا مش كان انت. لا لا، ان شاء الله مبروك عليك وان شاء الله بالنجاح خويا. الله يخليك. ايضا يحضر معنا سريدة بولاوي، مرحبا. اسلم اخويا اسلم. بكش اول مرة؟ لا لا، انا قيدوم. انا قيدوم. اي انا نرحب زاد بكريم ونرحبوا بمستمعين ميسك، ان شاء الله نعديوا حلقه طيبه. باهي، بعد شويه ايضا يلتحق بنا الاستاذ كمال بن خليل، وايضا اللاعب الدولي السابق انيس العياري. ضيع شويه انيس البلاصه، بعد شويه ان شاء الله باش يكون بحضر. تبقى ساعات دمار يلعبوا ريوتش تلقاه لي دروا من غد يضيع حتى في التنوع. هذا باش يجي نوصل له راهو باش يبدا في بالك قاعد يسمع فينا. باهي، خلينا نبداو نحكيو مواضيعنا، نبدلو شويه في الكوندكتور حتى يخلطوا الاولاد، باش نحكيو عن الفريق كنا من الاول، لكن تنأجلوه حتى يخلط الاستاذ كمال بن خليل. باش نحكيو نبداو حديثنا على انتقال وجدي كشريده لفريق الغرافه القطري. البارح في الليل نادي الغرافه كان هو اللي اعلن على الصفقه هذه متاع الانتقال، اعلن وصول وجدي القطري البارح في ساعه متاخره تقريبا من الليل في انتظار الاعلان على الامضاء الرسمي للعقود، بعد ما كان اللاعب قريب برشا من الامضاء مع النجم الرياضي الساحلي. خلينا نبدا بقى معاك سيدا، البارح حكينا برشا على وجدي كشريده، وحتى تقريبا كانت الامور الكل محسومه انه باش يكون في الاتوال، لكن حتى في سوسه فما استياء شويه من وجدي بعد الوجهه هذه. قل لك كان بقى في اوروبا باعتباره انه طموح المشروع الرياضي اوكي، لكن انه مشى للخليج تجم تكون خطوه التالية لو كان رجع لتونس افضل. والله بصراحه الموضوع هذا يا خويا اسلام نقول لك بكل صراحه موضوع ضبابي برشا، لانه الكلام برشا على وجدي كشريده هو انه ولد الاتوال. صحيح ولد الاتوال ويحب الاتوال وهذا من حقه، ونتمنى له ان شاء الله النجاح مع النجم الساحلي وان شاء الله يرجع لاقرب وقت النجم الساحلي، لكن اللي قاعد نسمع فيه هو انه يا ان بروبليم فاميليال في الموضوع هذا، ممكن قد يكون نقول ممكن، وانه فما اعتراض من العائله نتاعو على اساس يعيش البرة، يبقى يكمل كاريره البرة. هذا اللي فهمته انا، لانه خليني نكلمك بكل صراحه، تو مشى للغرافه، طب ربي خلينا علاش انا نتنرفز خويا سلام، يقول لك كي يلعبوا البرة يتطوروا، وين باش يتطور؟ طيب بالله تو بكل احترامي للدوري القطري والدوري الاماراتي والدوري السعودي والدوري كل، حتى في تونس احنا تو تاخذ تو الغرافه خذت كشريده خذت واخذها مازال مش متطوره، باش ياخذوه باش يطوروه باش يعطيوه سلام باش يطوروه، ولا باش علي العابدي يلعب في اوروبا باش مكان نيس يتطور، كيفاش نيس تاخذ جوار مش متطور؟ معقوله هذه؟ يعني انا بار اكزومبل انا عندي انا رئيس نادي في تونس نختار ملاعبي ان جوار اترونجي باش يعطيني الاضافه والا باش نتلان باش نطوره؟ اذا هاللغه هذه ماهيش معقوله. اذا شو نقول انا؟ فما حاجه ماهيش 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 واضحه في موضوع كشريده، حتى من السالير اللي انا سمعته دو ديما نحكي لك على حسب ما سمعت، وانه حتى السالير نتاع النادي الغرافه القطري ماهوش سالير معناتها اللي طوال ماهيش قادر عليه، قادر عليه، لكن نقول لك فما حاجه قد يكون فما اعتراض عائلي وانه يحب ولدهم يكمل كاريرهم نتاع الكوره لبرا. هنا من حقه زاد وجدي باش يسمع كلام ولدي، من حقه زاد باش يعمل الشوا نتاعو، خاطر ماهوش معقول تخلي الاتوال وتمشي للغرافه، تو انت ناقص فلوس، خلينا حتى ندخل حتى في المشكله الماديه، شنو المليار و200 وفيك سا اللي سمعته انا احنا ما عندناش تفاصيل ماليه. انا قلت لك حسب ما سمعت، لا حسب ما سمعت ما فيها عليها. باش نقول لك علاش؟ باش نقول لك علاش؟ ما تصورش مليار و200 هاني جايك، هاني جايك عليها، اللي سمعته انا ما يشاركش في الشامبيونات، يشارك الا في البطوله الاسيويه. على هذا السالير ضعيف، هذا اللي سمعته، قد يكون نتمنى كلامي غلط واللي سمعته يكون غلط، سمعته لهنا في بلاتوات التوانسه. اذا معقوله تمشي للغرافه؟ مع كل احترامي للغرافة وتخلي النجم الساحلي، والبارح الاخ مروان يموت على الاتوال ويحب الاتوال ويحب الاتوال وما يسيبش الاتوال وما يلعبش حتى جمعيه الا في الاتوال، فما حاجه كيف لو فما امور ماهيش واضحه في موضوع وجهي كشريده. نتمنى يكون معنا في الحصص القادمه ان شاء الله نفهم منه ويوضح لنا اكثر امور. شنو رايك كريم؟ توافق سيريزا معناها انه افضل كان يرجع للتوال والا من حقه اللاعب يختار الوجهه اللي يحب عليه؟
يمكن انا سلام باش نقول ثم جزئيات من نجم نعرفها حد كان الجوار واللي دارت نجم هذه الساعه، لخاطر نحن في تونس نقولوا الجوار صح سي بون لبس المريول، هو مازال ما عمل حد شيء. ديما نقول انا سريدا واللي عشت دائما انت ما شديتش ستيل وصحت في الكونترا، راه مازال ما صار حد شيء. الكلام تقال برشا وجدي ديما نقول ستياسيون الماديه نتاع وجدي ما نعرفهاش انا وما يعرفهاش سريدا وما يعرفهاش سلام، خاطر نجم تكون جات ستياسيون فرضت عليك باش تمشي غادي. يمكن كان باش نقارن ونعمل مقارنه سلام بالدوري القطري والدوري التونسي، كوتي اورغانيزاسيون كوتي كوره تلقى الدوري القطري خير، معناها كل شيء يخليك باش تلعب في النيفو العالي وقولوا نحن تشيخ كوره. صحيح يمكن النجم هذا الساحلي ستياسيون الماديه مع الاداره هذه نتصور ماهيش باش تعطي كونترا كبير للوجدي، مي هذا ما يعنيش اللي في الكوره ديما نقول. انا قلت قبل سلام اللي في الكرة تاو ما عادش فما عاطفة وما عادش فما الكرة تاو ولت مهنة، معناها الجمعية اللي باش تعطيك وباش تفرض عليك أمور مادية هي اللي باش تمشي لها أكثر من العاطفة، خاطر ما عادش فما عاطفة في الكرة. لا في كريم سامحني أن نتعامل معاك، فما اختيار نتاع هو أنك تكون في انفيرونمون يساعدك وتسيب حتى الفلوس، مو تقول ممكن ناخذ طر صدير ونبدا انا مرتاح مع الجروب اللي نحبه والفيستير اللي نحبها والديريجونات اللي نحبهم والبيبليك اللي نحبهم يحبوني. فما ناس يختاروا الفلوس قبل الكوره. لا معاك انا في هذا، مي اسكو وجهي كي باش يمشي الغرافه مش بشلخة، خاطر وجهي ماك العباد اللي كي يدخل. لا نعطيك بصفه عامه يعني الاختيارات نتاع اللاعبيه بعض ساعات يختاروا الفلوس ويسيبوا اللي بيه الفائده. انا نقول لك بصراحه اي فما زاده في هذا سيري ذا، راه ساعات عمرك يفرض عليك اي ماكش كيما عمرك 22 سنه كيما عمرك في 30 انت هنا هو 28 وجدي انا كوتي اوتوماتيكمون باش تولي خمم كوتي ميديا، اما حتى مستوى محترم معناها في قدر مع تو الغرافه مشى لها خوسيلو اللي عملناه والهز تشامبيونز ليغ اوروبيه. معناها سلام يا اخي الدوري القطري خير من الدوري التونسي خير من الدوري القطري. لا انا معك كريم في كل شيء، راه انا نتفرج لا مقارنه في حالك في كل شيء. انت كيف تلعب دوري ابطال اسيا تشوف النيفو تشوف اللي زاد فرسان الاسامي الموجوده زاد يظهرني سامحني يظهرني فرجاني ساسي معاه فرجاني هو الشباب اللي خلاهم يترشحوا في نفس الفريق فرجاني ساسي معاه. باهي التحقوا معي بين ايضا النصف الثاني اليوم الشق الايسار استاذ كمال بن خليل مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا بك سي رضا منور كالعادة توحشتك ربي فضلك انا على الجيت ديما يسأل عليك راه كي باش نكلموا خويا كريم كل سيدي ذا موجود ولا انا قاعد ندور من محكمة لمحكمة كل يوم حتى نشوف انا انت ماكش موجود ما عادش نجي. ايضا سعيد جدا باستقبال كريم مرحبا عايش خويا باستقبال انيس العياري مرحبا انيس مرحبا اسلام مرحبا بيك بالحضور خاصة كريم سيدي ذا الناس نحبهم شوف انا راهو صباب نعاود كل شيء راهو في غيابك سيدي ذا براوي راهو قال انيس ضيع قبل يحط لو مير على الجوش لقاها رجل ورا خلي مش يضيع فني غيرش سيري ذا مو نبار كبير يعني تعرف ما راي اكيد سيري ذا عنده معزه خاصه ما راهو سبب المشكل هو عبد المجيد القبانتين هو غلطك هو اسمع الحاني ما حبش يجي يا سيري ذا انا جيت قبل الوقت كلمني سلام قال لي برا شوفه نتبع فيه بالتليفون حدود بنزرت نعطى تاع قبانتين ردوا بالكم تبعوا عبد المجيد. باهي خلينا نكملوا نواصلوا الموضوع نتاعنا ما خسرنا شيء، خلينا ناخذ رايك انت يا نيس في الوجهه نتاع وجدي كشريده البارح في الليل كان تم الاعلان من الغرف على انه باش يكون في الفريق هذا بعد ما كنا سيناه في ليتوال، شنو رايك في انه يمشي للغرفة اعتبر اصلا انه العوده لتونس؟ لوجيك عادي قرار صائب. راه اليوم في الكوره ديما نحكيو على الانتماء والجمعيه، شوف ثم حاجات اليوم خليهم على جنب. كشريده ودلي توال كشريده يحب النجم الساحلي لكن زاد ثم مستقبله ثم الانتريم تاع الملاعبي. كريم قال كلام مهم برشا انه البطوله القطريه تبعد برشا على البطوله التونسيه ولي كونديسيون اللي باش يلعب فيها مهم كسوا تيرانات كسوا الظروف العامه الكل، فهمت الى في لو بون شوا. الحاجه اللي لوم عليها انه خلى لي توال اخر وقت، هذه الحاجه اللي لوم عليها لانك اليوم كنت نجم تكون حاسم في جايانك لي توال، خاطر انت اليوم لي توال تعرف المستحقه ري دروا قاعد معاهم للاخر عطى تطمينات في الاخر بكل عمل شواء قبل نهار من الماركاتو هيئه النجم الساحلي كسواي طرفني ولا اداره
انا والشوا اللي باش ياخذوه توا في ظرف 24 ساعه سويعات قبل ما تسكر الماركاتو. لهنا العيب الوحيد على كشريده انه ما كانش حاسم في قراره من الاول. لهنا خلى يتوال في مشكل استاذ الفريق ما عندوش رياضه. لا انا ما نوافقش انيس على خاطر هو ما عطاش كلمه لليتوال ما قالش اي تعرف وقتاش. انا عندي سورس راه ما قلت لك حتى انا عندي سورس اللي هو انت ديما عندك السورس والله بالحق اللي سورس نتاعك فيهم عليهم ساعات والله اكيد ما عمرك ما تلقى سورس. انا السورس اللي عندي انا اللي عند السورس اللي عندي انا ومتاكد منها 100% انه كشري ده مشى مع عبد النور لاخر وقت وتبعنا الموضوع الناس الكل. انا وعطى تطمينات لليتوال ناتر عطى تطمينات لليتوال وقعد معهم الاخر وكان ثم شوى اخر قبل كشري ده وتامن تخلي عليه. تبنيش معك ما أبعد. أنا مش قولك شنو السورس متاعي. أنا قريت ستاتيو متاع واحد من القراب للإطوال يحكي على كشريدة كيفاش يمشيعتي البلوس وكذا. كلمت شكون من اللجنة القانونية اللي انتر جيمي يعملوا سيغو العقود هذوما ويحكي. قال لي لا راو جسكا ساتور سي ما عندي حتى انفورماسيون على وجدي وراو حتى كي يحكي مع زبير وجماعة قال لهم لا راو مازال ما ثم شيء. لا يحكي معهم ومشي معهم وكانوا هما ماشيين في شواء خلق كل حاجة. معاه نحكي لك أنا اللي لاهين بالعقود قال لي راو إلى حد الآن ما قالوا لناش سيبون بالنسبة لوجدي ما ثم شيء. بي سامحني أنا كي نجيك ملول ينسكر يا نقعد نحكي معاك نقول لك سي بون باش نجي. اي ما كي جات ولا دوسي مسك هو ديجا واش نعطيك انا شوا كانوا ماشيين في محمد صالح المهذب كي جات وافر تحفونا يقول لا تي تو رجعت انت متر قلت لي انت عندك السورس قلت لك انا قلت مش على وفر تحفونا نحن نحكيو قلت لك انا معاك شريدة ياخذ الديسيزيون ويمشي قطر لكن شرط من الاول تحسن ما تخليش جمعيتك لاخر وقت عليه خلي انهم كانوا ماشي في الشوا تاع محمد صالح المهذبي كاداره باش تشوفوا ري دروا بيان. نسالك سؤال بعد خلك شريده على الخط نسالك شريده على الخط وعطى تخليه على محمد صالح المهذبي. نسالك سؤال هاي سيدي ما ثماش الغراف واللي طوال ما عطاتوش هو شنو هو طالب وما صححش معاه شنو هي طالب هو ديجا اللي طوال كان يرجع لها تو تسويت راه عامل عليه مزي راه عطاتك باب اخر باش افاق اخرى انت ساش كشريده راه عنده مده عن ستاسيون تاع كشريده راهي خاطر كان بطل هذاك علاش قلت له انا الماتر معناتها ليتوار راه باش تحل لك باب اخر يعني عليه خاطر يمكن نجم يكون راه كي تربط اسم كشريده بالليتوار رجع له الروح دار خاطر تحب ولا تكره ماهوش ناقص عوض كريم نعرف الناس الكل الترجي كان الترجي الترجي رسميا كان مهتم به. لا نسمع العروض تسمع الناس الكل العروض راه ساعات عروض يمكن لعبات تعرف انا نخرج عرض باش نسوق فيه وما فهمش منه. ما نحكيوش احنا على الكلام هذا نحكيو انه مصدر رسمي المترجي اللي هو وليد قرفاله تكلم في اذاعه اخرى واكد انه الترجي كانت مهتمه قداش عنده اللي يتكلم قرفاله عنده مده قداش عنده اللي يتكلم نجاوب فيه قال لي ما فماش وكلامه برا وفي البدايات راه ما كانش ثم عرض رسمي كان ثم راي انه يتفقوا عليه فنيا انه كشري دعاه في الاسبيرونس دخلوا معه في نيغوسياسيون ولا حكاو معه على المستوى المادي العرض ما يكون رسمي انه يكون ثم عرض مادي باش النجم نقدمه اذا ما ثماش عرض مادي يعني ما ثم حتى شيء رسمي اوكي انا مهتم بيك نحب عليك كلامه برا لكن من بعد اعطيني العروض اللي جات كشريده اليوم جات الفريق تاعك النجم الرياضي الساح لو بروفوني كان جا عنده دي شوا اخرين كسوا في اوروبا ولا دي شوا سور لو بلان تكنيك نحكيو كوره كشريده راه عمل شوا في اوكرانيا ولا شوا في روسيا ولا دي شوا اخرين كرويين باش يقعد في المنتخب رجعت ليتوال باش ترجع مبوابه ليتوال تحب ولا تكره ليتوال اليوم راهي باش تعاود ترجعك ليكيب ناسيونال باش ترجع كومبيتيتيف باش ترجع في ظروف خير باش ترجع لعائلتك هو قعد من بعد عمل شوان تاع الغرافه. انيس مسالش خنسلك سؤال الغرافه انت كملت بالغرافه شنو رايك في فريق الغرافه؟ ليه احنا لا مسال جاوبني خاطر عندي علاش باش نسالك شنو رايك في فريق الغرافه؟ بون ايكيب تتخيلها معناتها سيغ ان كوتيت خذت كشريده معناتها اليوم قاعده قالت ناخذ كشريده اكيد راه ثم وعلاش ما خذوهاش من الاول؟ وعلاش خلاوه لاخر وقت؟ على خاطر تفاهموا في اخر وقت على الكونترا يعني نيغوسياسيون دام شهر لا مش شهر مش معناتها ما نجموش نلوموا الملاعبي مشى ربي انا بيرسونيلمون راهي خذا ان تري بون شوا غيان كو تيرانيت متر ترش عملت انت توا جيت حطيتني انا اللي انا لا ما حطيتش كشريدة الى في لو بون شوا الغرافة انا قلت عيب وحيد باش تعرف انا النقطة اللي حكيت فيها قلت العيب الوحيد خلى جمعيته لاخر وقت ما قلتش انا قلت لك حتى لو كان خلاها اخر وقت لا يمكن ان يلام هذا هو لا يلام استاذ شنو لا يلام انا نقعد معك تعطيني كلمه وبعد تجبد بيا اخر وقت اليوم اخر نهار في الميركاتو انت تعطيتني كلمه نقعد بلاش مدافع ايمن يوليم شنو ولا يوليم انت قلت تعطيتني كلمه شكون قال لكم اللي عطاها كلمه قلت لك السورس نتاعي وانت مازلت ترجع مات انت لا. تحكي على الفيسبوك انا نحكيك على السورس اوفيسيال لا باقي انت ما سمعتش طر كلامي قلت لك انا كي قريت ستاتيو كلمنا على الفيسبوك باقي ريت ما سمعتش طر كلامي هو السيد هذا ريتك ما سمعتش كلامي هو في الهيئه قلت لك انا السيد هذا في اللجنه القانونيه اللي مع الهيئه
انت حكيت كي كلمته قال لي ما فما شيء، حكيته قلته خليت والف سيتوياسيون خايبه. اليوم حتى تابع حتى سيدي ذا في وسائل التواصل الاجتماعي الكلام على حمدي النجاس في وضعيه ليبر اليوم. حمدي ينجم يكون حل في الاتوال والا صعيب بالنظر اللي صار فتره الكل بين جمهور الاتوال وحمدي كي مشى للترجي. والله شوف العقليه هذه، انا نفركس مصلحه النادي. صحيح يا ولدي نعيشوا في الاحتراف، تي هاو اسمه اللي دروه اللي اصله من الاسبرانس اللي يلعب في ستاتيون زين تو بلال اخي مش من الاسبرانس مشى للاتوال. المساكني خو يوسف مش من الاسبرانس مشى من الاسبرانس للاتوال. علاش العقليه هذه عندي سيبورتير؟ ما يلزمش الاداره تتاثر بناس عندهم هالعقليه هذه. انا كرئيس نادي وكهيئه وزبير بيا اللي هو فنان ويعرف يختار، الاداره نتاع النجم الساحلي محظوظه السنة هو انه رئيسها اسمه زبير بيا ومعاه الشرميتي، يعني اداره تفهم الكوره وتفهم ما يصلح الى النجم الساحلي. انا مانيش هنا على الكرسي قاعد باش نقول لك ايه والله النجاس لو يدخل لتوالته ولا تواله. اما كتجيب انت اداره سي رضا ايه بالكفاءات هذه وانا معاك فيه، صفر مليم راك ما عندك ما تنجم تعمل وما عندك ما تضيف. كيفاش؟ بصفر مليم. الكاسة. لا ما نحكي لك علاش. أنيس. كأسامي الناس هذوما. أنيس. عايش خويا خلينا نكمل. أنا نحكي على النظرة الفنية. وبرشا عندهم فلوس وما عرفوش يختاروا لهم لاعبي المناسب. النظرة الفنية، النظرة الفنية كي بتجيب ملاعبي. بتجيبوا فلوس. فما فرق بين زبير بيا خلينا وأنيس العياري وكريم كي يبداوا في نادي عندهم الرؤية الفنية ويعرفوا شنو يصلح للفريق. هذا تحب نقوله. خلي الناحية المادية. على العائق المادي مهم جدا. العائق المادي هاو تو موجودة. هاو عملوا ريكريتمون. مجهودات شخصية. أي أنيس محترم ميركاتو ليتوال ما عندهاش فلوس. لأنهم اليوم تحب ولا تكره الملاعبية إسلام يعطيو عطاو ثقتهم في زبير، خلينا نكونوا واضحين. أيوا تفضل ها. ثماش ملاعبي. ما ثماش ملاعبي. وقت اللي لونتروتيان. ما وأنا حكيت لك لونتروتيان بين ملاعبي وبين زبير راهو فما فرق كبير. شوف سي رضا أنا مشكلتي مانيش غادي. أنا المشكل نتاعي قلت لك راهو زبير كفاءة ولا الناس اللي معاه راه ما حتى حد من نجم يشكك فيها. المشكل الوحيد واللي تعداوه وجاوزوه إدارة النجم الساحلي إنه بداوا بحتى فرانك. يعني كي تجي تقعد مع زبير يقول لك تيل تدخل الفلوس نعطيك تجي كذا. يعني اليوم كي تشوف أنت اسم زبير والوليدات اللي معاه خدموا مصلحة النجم الساحلي في ظرف صعيب، والملاعبية اللي جات كلها جاو الحقيقة ما ثماش الكاش ما ثماش الإمكانيات المادية اللي كان عطاو الثقة وقت اللي باش توفر الأمور المادية. أنا سمعت السميشي في تصريح يقول كي كلمني زبير بيا ما نجم كان نحب نجي ليتوال. هذاك الأفونتاج إسلام، خاطر راهو اليوم شوف زبير راهو حتى حد ما ينجم يريسكي بكاريير وباسمه في ظرف في ليتوال صعيب شوي، لكن للضرورة لأنه ليتوال ما تنجمش تمشي في التعاسة ولا في الظروف الخايبة أكثر من اللي موجودة فيها. نحب نرجع لك إسلام، نحب نرجع لك على موضوع النجاز. سيتان شوا الإدارة. هل النجاز يصلح ليتوال توا ولا لا؟ الإدارة. جستومو بوست فارغة. صحيح، لا مش مسألة بوست فارغة، رد بالك. هيا كشريدة ما جاش الاسبرانس مثلا لو عنده مش نب اخي تو لتوال تقف على كشريدة اخي ما هزش شامبيونا وتعمناه لتوال بلش كشريدة ارا اذا ما نحكيو على ان جران كلوب جو ميكسكوز خلينا ناخذ رايك كلمة متاع ملاعبي والله غايب لا ان جران كلوب ما يتاثرش بغياب لاعب كريم في الموضوع متاع حمدي النجاز نجم يكون معناها مش يعطي الاضافة لا علاش؟ خاطر اسمع تحب ولا تكره يمكن انا لعبت في الاتوال وبكري سمعت كلمه قالها سي رضا لجمعيه الدور مثلا بلال مجدك مشى للاتوال لقى عائق ما نجحش وفي اقرب وقت خرج. هنا ثم عقليه راه مش باش تبدل في تونس جمله بين الجماهير. ممكن تعرف انت المشكله اللي صارت ديريرمو بين النجاز والاتوال راكي تبدا داخل وبعد مش قبلتك وانت اون بليس راجع انسان ليدور باش تشد الجروب وباش تشد وانا كفنان كمصلحه النادي النجاز يصلح لي لا نمشي نمشي بعقليه السيبورتير لا انا مش نقول لك من دو بوان معنا ما نتصورش خليه يكمل سيدي ما نتصورش انا حتى نجاز كرويا توا ينجم لا لا نعطيك مثال اخر مش لازم نجاز يا سيدي جوار
كان في الاسبيرانس ومشى للطوال وبعدها رجع للاسبيرانس. انا نشوف كمسؤول في الترجي هالملاعب هذا كي يرجع باش يعطيني البلوس. لا. انا في حاجه لي ما نرجعوش على خاطر لي سيبورتير تبوه. لا لا فما حاجات طو... كريمة. لا معاك انا ما فيش ضحيه زاد جمعيه تمشي ضحيه سيبورتير. لا انا مع لا مش ضحيه سيبورتير تحب ولا تكره. تو في تونس ولت عنده كلمة. انا ديما نحكيو بالكالكا نتاع النقاس تو مش باش تفيدنا. اي علاش علاش به. فنيا علاش فنيا على انت... فكره هو يلعب ما تكمل الموسم مع الاسماعيلي يلعب في الفريق هذا نعرف هم انت تعرف البريود الاخر اللي نقاز عنده برشا مشاكل. انا كيفك سوا برشا في في في, في, في الجمعيات اللي مشى له عنده برشا مشاكل قاعد يصير ومم تو انت راه كان باش نحكيوا عن النجم هذا الساحلي اللي راه اي واحد يفتخر بشلعب في النجم هذا الساحلي قبل ما يكون زبير بيا رئيس خاطر اسم النادي قبل مش يكون زبير قبل به. والجوهرات اللي جات تو راه كل النجم هذا الساحلي هما بحاجه للي طوال قبل ما يكونوا خاطر الجوهرات جد في ديكا ماهيش راهي كيما الزوز حاجتهم بعض. لا هما حاجتهم باللي طوال اكثر نعطيك 90% من الجوهرات اللي جات هما حاجتهم باللي طوال اكثر خاطر بريسك اشترى كانت في مش ما نقولوش بيطالة كروية وما جاتهمش لي زوفر خاطر كيجيك نجم هذا الساحلي بالاسم هذاك صحيح حتى السيتياسيون نتاع الجمعيه ماديا مش لك الكل مي الاسم على يقول لك ساعات الاسم الاسم يفرض عليك تمشي من غير ما تشعر. ممكن انا عشت كا مع انيس في الملعب التونسي اللي ساعات اسم الجمعيه راه يفرض عليك. انا مثلا مشيت الملعب التونسي وملعب التونسي في الدرجه الثانيه معناها راني مش ماشي على خاطر في الدرجه الثانيه خاطر اسم كبير فهمت والستاسيون تاعي تعاوني مش نلعب غادي يعني نجم يكون ستاسيون تاعي مثلا ماديا كانت كيك برا مش باش ناخذ شو هذاك زاد واحد الجوار باش خمم في نفس منتي نقاز توا نجمش يكون ليدر وباش يعطي لو بلوس ليتوال وحاجه تحب ولا تكره الجمهور في تونس ولا عنده دور كبير باش ينجح الجوار ولا يفشل. خل بسرعه سيدي طلبت كلمه ولا شنو؟ لا انا شوف بصراحه تاكورد وسيدي الببليك عنده دور ويأثر لكن زاد مع الساعات الببليك يلزم يفكر اللي هو رانا عايش في عهد الاحترام واللي صعيب تطلبها من الجمهور. يا سلام عايش خويا عايش خويا اذا انت انت تمشي في الثنيه هذه وانا نمشي في الثنيه هذه قاعدين نزيدوا نشجعوا واحد بالعكس رانا في عهد احتراف في بيه. عهد احتراف استاذ اليوم معايا غدوه ضدي خليني اخذ رايك استاذ ما سمعناكش الموضوع. انا معناتها نوافق كريم ونيسا في رضا شوف تقول لي انت عهد الاحتراف انا نعطيك اكزامبل الملاعب اسمه رابيو توا كي مشى لمارسي شوف شنو صاير في باريس قلبت الدنيا صحيح ما ينجمش يدخل باريس توا ما ينجمش يدخل باريس ما قبلوش تخيل انت تاو باريس ما علينا من ريكروتمون ما قبلوش يا سيتي فيريتي قاعد تشوف تعرف شنو صار مراولو معناتها اللي في البوتيك نتاع البي اس جي قطعوا فيهم معناتها يحرقوا فيهم الراجل ما عادش ينجم امه ما عادش تخرج هي تعرف لاجون تاعه وامه ما عادش تمشي لباريس معناتها تحب ملا غالب يعني ناخذوا الامثله اعطيتك اكزامبل اللي في الفوتبول بروفيسيونيل دون نيفو يصير يعني ناخذوا الامثله نتاع فرنسا باهيه هذا شوف انا مره انا مره عطيت اكزامبل نتاع ملاعب في تونس مخرج من الاسوال جال اسبيرانس القربي مخرج من سيدي كارار سيدي كارار فما ملاعب كارار هذا بروفيسيوناليزم بس سي با بوسيبل اي خلي خلي كمل سي با بوسيبل فما كونترا وفما بروفيسيوناليزم انا ما جبتش عليك ورد باش تجي سي تان شوا فاهمك مانيش قايل العكس فما كونترا عند جمعيتك وكونترا عندي انا يا سي رضا ما قلتش العكس اما توا الجمهور هو اللي يجيب موقف يا سي رضا انت راك مره قلت كلمه ما تنساهاش راه توا ما عادش ثم مسؤولين رزان يلساد توا الجمهور يخافوا من الجمهور مال الوين ريكروتمون يا اخي سي اون فيريتي رد على سؤالي رد على سؤالي لا هما الفنانين يعني يقولوا لك انا ما نجمش نقول لك انا سلام في الموضوع هذا اللوم على سونتر دو فورماسيون لانه اليوم فرصه وقت اللي تبدا عندك بوست فارغه علاش ليه السونتر هذا ما يعطيكش ري دروا فرصه وابن النادي راه انه وينو سونتر دو فورماسيون ليتوال اللي يحكيوا عليه الناس الكل الحقيقه ثم ولاد شوشين في الوسط الوحيد اللي ريتو ضاوي شويه لكن ارفوار في هو عمناوي كان فما لؤي بن حسين ولد ليتوال وتوا خرج معناها مشى للسربيا يعني لؤي مش دوري جينيرال درو اي صحيح رجع بار ميغاسوب شحال فوالا من بعد ثم حاجه مهمه اخرى يحكي على الجمهور سيريدا مالا على حسب الجمهور نجم تنحي حمادي الدوت وتسويت انت تو تنحي حمادي الدوت بارابور لي ماتش اميكو بارابار خاطر ذلك الكلام في الباجيت لحظة باش نفسر لك باش تفهم انا باش نحب نوصل لك
يعني على ماتش اميكو والماتش الديفيت نتاع نتاع ماتش باجل لاني نورمالمون يكارتي حمادي الدو على حسب ما يحكي سي حمادي اذا اداره تبع الجمهور نتاعها. كريم قال كلمه مهمه باش نربط بها انا، قال لك هما مستحقين اللي طوال الملعبيه هذوم، اجا نرجعوا احنا نعملوا ليستات نتاع الملعبيه اللي جاو يزمك برشا وقت، لطوال لزمة شهرين ثلاثة أربعة باش تلحم ليكيب، باش تلحم ليكيب. اليوم جمهور لطوال مرة أخرى باش يعاود يغلط، باش يحط الرئيس تحت الضغط ويحط الناس هذه اللي قاعدة تخدم تحت الضغط، وتعرف أنت ضغط الجمهور شنو ولت. أكيد اليوم باش تلقى كبش فيدالي هو المدرب، مهما يكون اسم الرئيس، مهما يكون إذا يغضب الجمهور يا أخي الجمهور لطوال يعرف اللي الملعبية ماهمش كومبيتيتيف، يعرف ان الملعبيه هذوما يلزمهم شويه وقت باش ياخذوا باش يلحموا باش كذا، راهي بريسك كيب كامله جديده تطالبني تو بالنتائج، خاطر هذاك اسمه شوات وهذاك اسمه القروي وهذاك اسمه فلان، راهو الاسامي ما عادش تصنع الربيع الانديه. اليوم الوقت العمل يلزم محمد الدو ياخذ فرصته، يلزم ياخذ وقته باش ينجم يعمل كيب باهي. اليوم محمد الدو مهدم بعد ماتش المستير يشوفوا النتيجه باش ينجم يعني بسرعه. يمكن أنا كيفش نحكيه على نجاز، أنا مش نحكيه كوتي كوري، خاطر نجاز يمكن عمل تصريحات اللي خليت جماهير لطوال اكزاكتومون فهمت، مش نحكيه كوروي. شنية التصريحات يا أخي، أنا ما نجمش نقول لك أنا أنت ممكنه عليك عمل لكن ضم للترجي صحيح شنية بتاع الترجي دولة لا ما نعرفش لا لا عمل الترجي شنو تحبوا يقول مال لا ودي مش نحكيه قال ترجي دولة هو ما نحكيك أبار حتى هو عمل تصريحات اللي جماهير لطوال فهمت قاتلوا معناه تستناه معناه وطوماتيك مو سليم والله فرصة كبيرة في هالموضوع هذايا. أكثر واحد مشى للأندية هو كريم. أنا نعطيك حاجة. هنكلمك من شوية عاد. يا أخي أنت كم شيت للكلوب. لا والحاجة الباهية سريبا. الكل يحبوه كريم يحبوه. خنفسر لك حاجة. على ما سبوك شنت. أقول لك. بأكشي خاطر مشو الجمعية. لا. خنفسر لك عليها بدمة. خاطر أنت كي تعطيها حق الكورة في التيران وتنسى ليكوتي الأخرين تو تنجح. نحن في تونس سيرتو جواري التويكة. اللي كاوروا ولينا خميوا في الكوتي ونساو التيران. لا نزيدك حاجه اخرى على كريم. كريم ساكت ما تلعب في الاسبيرونس وليتوال والكلوب افريكان والستاد والسي اس اس ما تنجمش تشد له حتى تصريح بروفوكاتور. يحترم الناس الكل. انا نشد له حاجه نقول لك شنو هي مثلا كي ماركيت في الدربي للترجي ضد النادي الافريقي كانت الفرحه هستيريه لهنا الجمهور ينجم ما يقبلهاش فرحه الفرحه نتاعها كانت كبيره برشا لا كي مع الترجي ضد النادي الافريقي لا جاوب خاطر عندي الماتش هذاك لعبت ماركيت في الدربي عندي لو كونتر اكزومبل تحكي للكلوب باش نفسر كي مشيت من الكلوب للترجي انت تلعب مع الترجي ماركيت للكلوب الفرحة نتاعك كانت كبيرة برشا وقتها الجمهور ينجم يكون وقتها ما قبلهاش. منين الفرحة كانت كبيرة؟ ماركيت مرتين سام. الأول ولا الثاني؟ ما نعرفش واحدة منهم نتفكر. هي أنت ما فرحتك؟ الشوطة ظهر لي. لا خلاص لك. الشوطة كلمة من ولاد الزويت هذاك. هذاك مع الكلوب أفريكان. مع الكلوب أفريكان. خلاص لك حاجة سلام راك تعرف معناها كي تماركي في ديربي ولا تماركي في ماتش كبير. اي فما عندك احساس تحب راك تفرح من غير ما بالرسمي انا علاش خاطرني ما لعبتش دربي بالطبيعه انا ثم فرحه مع تلعب دربي راه 30,000 فما شكون يطلب السماح ويقول سامحوني ويسكت على روحه ويتعدى ختم خدمته مش يفرح معناها لا تفرح تراك ساعات يخرج لك معناها احساس ممكن نلعب مع الكلوب الافريكان ماركي كنت بالنسبه لهم لا انا ماركيت مي فرحه ثم فرحه نتاع ماتشوات كي تماركي سيدي ذا انا مش تفرح من غير ما فرحتش كيما ما ماركيتش في مجرين انت اسلام نرجع لك انا الكريم كنت في مجرين هي كي تبارك في مجرين انت فرحتش تفرح مش كيما فرح في تلعب 60,000 فرحك لا كريم نعاود لك فرح الماركه مع الكلوب ضد الترجي والعكس ومع اليوم الكل ومع ذلك يحترموها علاش انا نعطيك كونتر اكزومبل ثم شكون لعب في ليكيب الاخرى لكن تصريحاته خلت الناس ما تقبلش فرحته خلت الناس تتغشش عليه انا عشت مع كريم كمدير رياضي وتسمى اخويا ما تعشنا مع بعضنا فتره بين سير كريم جه اوفر من السعوديه واحنا في امس الحاجه ليه نزلنا وقت باش نلعبوا على البلاي اوف والاوفر انا نعرف قداش المبلغ 3 أيام ولا 4 أيام تعرف شنو ماك تشوف كريم ما تنجمش تقابله معناتها تحط ما بين نارين يزمو ياخذ حقه الطفل هذا في وقت ما في ستاد تونيزيان عمل الشواء نتاع انتماء نتاع حب النادي هذاك وانا كريم الحقيقه حتى جمهور الاستاد اليوم يموت عليه شوف
يستحق كريم محبة الجمهور البقلاوي, ومش أي ملاعب راه يدخل البقلاوي راه باش يتحب كريم سبيسيالمون. أنا نحبه على الأخر وعشت لك تذاك, عرفت شنو قيمة كريم وعليش محبوب من العباد الكل. موش غدار بلا. وحتى كي جاي لوفر ما تململش ولا عمل لك مشاكل وما عادش يجي ترينا. والموضوع تعرف شو عمل فيه ولا مش دوره على أصحابه باش يزيد يعمل لك بلبلة ولا حاجة. حكيت أنا وياه ومعنا سي لطفي وسكرنا الموضوع غاديك, قعدنا نهارين ثلاثة ثلاثة, ومن بعد كريم قال أنا خذيت شواب باش نقعد في الستاد. لا والوبجيكتيف اللي قعدنا عليه صار هذيك الحاجه اللي ممكن نحترم عليها. انا نحترمه كريم, لكن لاكت في وقت هذاك بالمبلغ هذاك يخليه ويكمل معاك المشوار باش تفهم قيمه كريم علاش هو محبوب اليوم في جمعيه اللي تعدى بهم كل ولا من الجماهير التونسيه. اي الناس الكل تحترمه صحيح. اي خاطر هو يحترم الناس الكل. سا سي امبورطون. نمشيو فاصل الموسيقى وبعد نكملوا الجزء الثاني من الحصه نتاعنا اليوم.